الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية، أرجو لكم العافية في كل مكان. أقدم في هذا المقطع القصير ما يسمى بالسياسة المالية. السياسة المالية، أو نسميها باللغة الإنجليزية fiscal policy. fiscal policy وهي السياسة التي تتبعها الحكومة في التأثير على النشاط الاقتصادي في أي دولة من الدول. السياسة المالية هذه يمكن لنا أن نبين أدواتها، يعني عندما نتحدث عن السياسة المالية نتحدث عن أدوات السياسة المالية أو ما يسمى بالـ Fiscal Policy Instrument. تتكون من الإنفاق الحكومي، الإنفاق الحكومي أو ما يسمى بـ Government Expenditure، Government Expenditure، والآن الأداة الثانية اللي هي الضرائب، الضرائب taxes. هذه الآن الإنفاق الحكومي يتكون من نفقات رأسمالية بسموها capital expenditure، capital، وفي عندي نفقات جارية، وفي عندي تحويلات، هون في عندي current expenditure، طبعا هاي عفوا اوكي current expenditure، وعندي هون تحويلات transfers. سأبين كل واحدة منها على عجالة بإذن الله. transfers، فإذا أدوات السياسة المالية تتكون من الإنفاق الحكومي ثم الضرائب، لكن الإنفاق الحكومي يتكون من نفقات رأسمالية capital expenditure على المشاريع، على السدود، على الطرق العامة، على المستشفيات، على الجامعات الرسمية، على المطارات وما لها، ونفقات الجارية للأجور والرواتب والتعويضات على سبيل المثال، والتحويلات التي تحول إما إلى الخارج على شكل دفعات من الدولة، من الحكومة إلى دول أجنبية أو المؤسسات الأجنبية. لنفترض أنه الحكومة في دولة ما حصلت على قرض من دولة ما أو من مؤسسة تمويلية كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وبالتالي هذه التحويلات جزء من النفقات الحكومية، أو ربما تحويلات محلية لفقراء أو لإعانات. فأبدأ الآن بتأثير هذه السياسة المالية على النشاط الاقتصادي. لأمحى بعد إذنكم كل هذه الأشياء. أوكي. تحملوني ولو اللوح ليس نظيفا كثيرا، لكن الآن الإنفاق الحكومي كما ذكرت يتكون من الإنفاق الرأسمالي، وكما ذكرت الآن عادة في الاقتصاد الرأسمالي الحكومة تطرح عطاءات لتعبيد الطرق، لبناء السدود، لبناء الجامعات، المستشفيات، المستشفيات الصحية العامة، المطارات العامة وهكذا. وبالتالي الآن عندما تطرح العطاء يرش العطاء على بعض الناس، هؤلاء يضطروا إلى شراء موارد اقتصادية يعني المواد الخام، الإسمنت والحديد، وتوظيف العمالة الماهرة وغير الماهرة، توظيف المهندسين والمستشارين المعماريين وهكذا. وبالتالي الإنفاق الرأسمالي يعني لاحظوا كيف الأثر عليه. كذلك الأمر الآن الإنفاق الحكومي اللي هو الجاري الذي يكون على شكل رواتب وأجور وتعويضات ثم التحويلات. هذه الآن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، لنفترض الآن هنا الإنتاج الحقيقي Y ومستوى الأسعار هنا، وما هنا ما يسمى بالأجريجيت ديماند، لنفترض أنه عند المستوى AD1، والأجريجيت سبلاي لنفترض بأنه ثابت. الآن تعلمون أرجع إلى ما يسمى متساوية الدخل. متساوية الدخل Y تساوي C plus I plus G اللي هي نفقات الحكومة، زائد الآن العالم الخارجي اللي هو الصادرات مطروح منها المستوردات. الآن عندما نتحدث عن السياسة المالية نتحدث عن هذا الجزء من متساوية الدخل، الإنفاق الحكومي، الإنفاق الحكومي أو ما يسمى government expenditure. فإذا زالت نفقات الحكومة، كأن نقول بأن الحكومة
طرحت عطاءات لبناء سدود أو طرق، يعني تعبئة طرق، طرق سريعة بين المدن داخل الوطن الواحد، بناء جامعات، بناء مستشفيات، بناء أي شيء من السلع العامة التي تزودها الحكومة لعامة الناس. فهذا الإنفاق سيؤدي إلى زيادة الدخل الكلي. وكذلك الأمر الإنفاق الجاري، عندما يزداد الإنفاق الجاري على شكل رواتب وأجور وتعويضات إلى العاملين في الاقتصاد، خاصة في القطاع العام طبعا، أو التحويلات المحلية الداخلية، طبعا التحويلات الخارجية تؤثر سلبا على الاقتصاد، لكن نأخذ إحنا بعين الاعتبار بأن تحويلات محلية الفقراء، وبالتالي يزيد الإنفاق الكلي. فالإنفاق الكلي الآن من قبل الحكومة سينعكس على الإنتاج. طبعا هذا الإنفاق سيذهب إلى المستهلكين، إلى المستثمرين، ربما إلى المصدرين، ربما وهكذا، فيؤدي ذلك إلى انتقال تام في منحنى العرض، الطلب الكلي عفوا، من AD1 إلى AD2. لو جمدنا إحنا كل الأشياء الأخرى نلاحظ بأن الإنتاج زاد من Y1 إلى Y2 نتيجة، اللي هو طبعا الدخل الكلي بالنسبة لنا الوطن، الدخل الوطني زاد، انتقل من Y1 إلى Y2 نتيجة للإنفاق الحكومي، مع الأخ بين الاعتبار أن ربما ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار، لكن بدي أهملها في الوقت الحاضر. ارتفعت الأسعار من P1 إلى P2. المهم أنه الإنفاق الحكومي أدى إلى زيادة الدخل الكلي، الدخل الوطني، والذي عبرنا عنه بواسطة انتقال تام في منحنى الطلب الكلي من AD1 إلى AD2 إلى اليمين. الآن عكس هذه الصورة تحدث إذا الحكومة زادت الضرائب المفروضة. دعني الآن أمحى كل هذا الكلام. ولنفترض بأن الحكومة الآن زادت الضرائب، الضرائب ارتفعت، هذا سيؤثر طبعا سلبا على الإنتاج. إذا افترضنا طبعا هنا الأجريجيت ديماند عند المستوى الأول، وأجريجيت السبلاي اعتبرنا أنه ثابت أصلا أو ثبتنا، فالتقاطع هنا كان المستوى سعر واحد وعندي مستوى الإنتاج واي واحد. عندما ترتفع الضرائب، و إذا نستخدم المصطلح اللاتيني سيتروس بيريبوس، أي إذا ثبتنا أو أبقينا على العوامل المؤثرة الأخرى ثابتة، هذا يعني بأن منحنى عن هذه Y يساوي C plus I plus G plus X minus M. عندما ترتفع الضرائب ستؤثر على disposable income، ستؤثر على إنفاق المستهلكين، طبعا ستؤثر على إنفاق المستثمرين. الحكومة لنفترض يعني حتى نفهم الصورة الآلية أن الحكومة احتفظت بالضرائب ولو لفترة، ما معنى ذلك أنها لم تقم بزيادة الإنفاق على الأقل لحظيا، سيؤدي ذلك إلى إزاحة تامة في منحنى الطلب الكلي من AD1 إلى AD2، وبالتالي نقطة التقاطع الجديدة تقول بأن الأسعار انخفضت، و يعني انخفض الإنتاج من Y1 إلى Y2. هذه الحالة عندما تنخفض الأسعار لنفترض من P1 إلى P2 مع انخفاض الإنتاج، لاحظوا لي هاي مرات في بعض الأحيان تؤدي إلى ما يسمى بستاغفليشن، أو عندي ستاغنيشن، ركود اقتصادي، انفليشن تضخم. فانفليشن في ظل وجود ركود اقتصادي، أو ما يسمى بالركود التضخمي أو التضخم الركودي. هذه هي السياسة المالية باختصار شديد. أرجو أن تكون يعني أن يكون هذا المقطع قد قدم الفائدة المرجوة لكم أحبة الطلب المتابعين، وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.